ما معنى اسم منال؟ يقال بعيد المنال، وهو ما يصعب الحصول عليه، وهو عكس سهل المنال. ويقال امرأة صعب المنال، أي امرأة عزيزة قوية ممتنعة لا يقوى عليها الرجال، أو امرأة سهلة المنال، وهي الرخوة السهلة التي تتمايل وسط الرجال حتى يأتوها ويقوى عليها كل الرجال. ويقال لا ينال منه منالا، أي لا يؤثر عليه أبدا ولا يستطيع أن يغير رأيه أو يحبطه. وأيضا يقال ناله أوفر منال، أي أعطى أوفر عطاء بسخاء وشدة. وقيل أنال السائل مطلبه، أي أعطاه ما طلب وأرضاه، وهو أيضا مصدر ميمي من نال، نيل، وهو ما يطلب تحقيقه ويهدف إليه ويسعى بالوصول إليه. أيضا المنال هو العطية أو النصيب. أما في علم النفس فإنه يقول في اسم منال، قيل أنها محبوبة وخفيفة الظل ومرغوبة، واثقة من نفسها لدرجة قد تميل إلى الغرور، تحب دائما أن تكون محور الاهتمام وأن تكون مميزة عن الأخريات، وبالفعل لكل امرئ من اسمه نصيب. قيل شعر بدوي في اسم منال، كان صعب الشعر يكتب في منال: يا هلا بالصعب وأهله، يا هلا الجمال، من الوصايف له جمال الحلا، من ورد شعري للحلا يا منال الحسن، حسنك كرنفال، شاعر جدد من حروفه، ولا زينك أبلغ من حكايات الجمال، لا ولا حتى خيالي، لا ولا بك جمال، وبك عدال وبك دلال.